البيئة النظيفة ضرورة حتمية، وهذا لا يختلف عليه اثنان. ومن هذا المنطلق انطلقت حملة النظافة التي نظمتها المنسقية الوطنية للشباب من أجل السلام، والبداية من مقر رئاسة الوزراء. فبحيوية وحماس شديدان شارك أعضاء المنسقية ومنسبو رئاسة الوزراء بكافة المستويات في عملية النظافة. المنسق العام السيد محمد عمر إبراهيم يحدثنا لماذا رئاسة الوزراء. Allez, une fois que je dis, il y a une primature, organiser une journée à la salubrité. C'est une action citoyenne. Notre boulot, Jamia Tal Moutam Al Madani, à Chan Kulloum, Yumurgu, Yuna Chutouf, les salubrités, à Chan Salubrité, à Hamashay. الأمين العام لرئاسة الوزراء السيد يوسف أبو صلاح الذي حضر المناسبة ممثلا لرئيس الوزراء معالي السفير ألامي هالينا شكر أعضاء المنسقية على هذه البادرة، وقال إنه سبق القيام بعمليات نظافة لكن هذه أول مرة تنظمها جهة خارجية. ناس أول كل سكايت سويته والله أول مرة ما هين قريب ثلاثة ولا أربع مرة سوينا، لكن هيني شغل شوية جديد ده أول بريماتور كايسي هسا ده أسوسياسيون صح لازم نشكر للأسوسياسيون هسي أسوسياسيون القايدين آخرين كل هاللي يعبدوا من شركة يا خدم للبلد يجيبوا شغل شوية شوية كل عديد كان جيت قشيت جيش واحد ثلاثة كله سويت شغل شوية للبلد. المستشار البيئي لرئيس الوزراء السيد جونجي داناي استغل هذه المناسبة وقدم نصائح للمحافظة على البيئة والالتزام بالتعليمات والمعايير والتوجهات العالمية في هذا المجال.